صعب ان هي تكون صديقه، يعني على حسب الشخصيه بتاعتها. لو كانت انسانه من جواها كويسه وبتعامل ولاد جوزها بطريقه كويسه اكيد هيحبوها وتكون صديقه، لكن لو شافوها هي انسانه صعبه ويعني متحجره شويه في كلامها فاكيد هتكون مش محبوبه لدى اولياء الاب. هلا في يعني في هيك وفي هيك، يعني على حسب كل واحدة وتصرفاتها، يعني بتبين مع تصرفاتها حسب التصرفات مع الأولاد مع أم الزوج. محدش هيحب عيال غيره أكتر من عياله. والله لا، في الأغلبية في الوقت اللي عايشينه إحنا، خصوصا أنا زوجة أب، يعني كوني أنا وياهم أصدقاء ما في أبدا. مادام معاملة حسنة خلاص، المعاملة كويسة ما فيش منها مشاكل، بس لو بقى في حاجة سيئة هيبقى تصرف أكيد غير. لا، في زوجات آباء كانوا أحسن وأحن من الأمهات، والله قصص شفناها بعينينا مش قرناها في مجلدات ولا كتب ولا جرايد. في كانوا بيتعاملوا بمنتهى الإحسان، يكبر العيل بيتعامل مع زوجة أبوه سبحان الله إنها أم، لأنها كانت حنونة. بتقول لي واحدة أنا سبحان الله اتحرمت من الزواج ووصلت لسن 33، فاتجوزت واحد قبلت بالزواج من واحد كان زوجته متوفية وتركاله بنت عندها سنتين. قالت ربيت البنت دي وكبرت كانت ضي عينيا، شوف الكلمة، كانت نور عينيها. يعني في امهات، في، لكن الاساس عليك انت كأب في اختيارك. انا برجع اقول تاني، احترامك لزوجتك التانيه مهم جدا. بنات الناس مش جايبين عيالنا نقول لها انت والله ابويا جايبك خدامه عندنا، لا ده كلام، هتبقى المعامله ازاي ان شاء الله منها؟ عايزها تكن احترام وحب ليهم ازاي اذا كان بيقولوا لها انت خدامه، ابونا قال لنا كده، انت شغاله عندنا خدامه، مش جايه زوجه. قال لها النهارده بعض الازواج جاي واحد كان هيتطلق بقاله 4 سنين ما خلفش، بقول لها ليه طالبه الطلاق؟ قالت لي عنده 3 اطفال وانا مربياهم بقالي 4 سنين، امهم تركتهم لظروف ما، فبقول له من حقي ان انا انجب. يقول لها بقاله 4 سنين لا، لما تاكد ان انت هتربي عيالك كويس وتحترميهم وتحني عليهم بعدين نبقى نخلف. له الاسلوب ده ينفع؟ لا غلط، علميا ودينيا وشرعيا ونفسيا غلط، هي طالبه الطلاق، لانك انت عشان تحننها على عيالك اديها حق الانجاب. ما هو يا ابن الحلال مش معقوله انا هربي ولاد غيري وزوجي نفسه حارمني ان يكون عندي انا كمان عيل. ما لما يكون عندها طفل ومعاها عيلين 3 اولادك يتربوا كلهم مع بعض، يطلعوا بيئه صالحه، بيئه حلوه، بيئه كلها موده، لكن مفيش اطفال وتحرمها من الانجاب، يبقى انت واخدها خدام، يبقى انت واخدها عشان مربيه لعيالك بس، خلاص روحت لك مربيه بقى من الزوجه كده، شرعا حرام، انت حرمتها من الامومه. ولذلك النقله اللي عايز انقلها دلوقتي لزوج الام بقى نفسه، الله يبارك لك لو انت ربنا كرمك بزوجه وعندها عيال من زوجها الاولاني وهو متوفي عنها، الله يكرمك تعامل مع هؤلاء الأولاد بحب وتقدير كأنهم عيالك، لأن دول أيتام. إحنا قلنا من شوية هتاخد فيهم أجر وثواب، وإوعى بالله عليك تمن عليهم النفقة. ما أنت أحيانا بتكون قاعد في بيت أبوهم، اسمح لي، أحيانا بتكون واحدة مطلقة أو مثلا زوجها متوفي وسايب لها خير، وإنت قاعد في البيت بتاعهم بتاع أبوهم ورثهم، جاي تزلهم عشان 2000 درهم 3000 درهم بتدفعها للام اخر الشهر، ويجي بعض الناس يقول له لا والله افصل الاكل بتاعك عن عيالي. لا، ازاي تفصل الاكل ده عن ازاي؟ يعني ما ينفعش انك انت اذا احببت زوجتك ستحب اولادها وتحترمهم. وعندنا قصص حلوه لاباء والله العظيم، بتحكي لي واحده كان يعني معامله حسنه من زوجها الثاني، قالت لي يمكن احسن من ابوهم اللي توفى رحمه الله عليه. وقبل ما نكمل معانا اتصال من الاعلاميه الكبيره الاستاذه جميله ناصر. سلام عليكم استاذه جميله. اسعد الله اوقاتكم يا دكتور. الله يكرمك اوقاتك يا ست الكل، اهلا وسهلا بيكي، نورتي برنامجنا، وتستمر الحياه وتستمر الحياه. النهارده بنتكلم يا استاذه جميله عن زوجه الاب، هل هي على طول الخط عدوه ام يمكن ان تكون صديقه وتكون
يعني قريبة من مكانة الأم. رأي حضرتك إيه؟ أعتقد دكتور أن زوجة الأب العصرية لم تعد تلك المرأة القاسية والشريرة والمتعجرفة بسبب تطور ظروف الحياة. فالآن أو أصبح الطلاق حاليا والزواج أيضا مفهومه غير وله يعني مفاهيم أخرى، وكذلك وجود أطفال أصبح واقع تفرضه الحياة أكثر من قبل. دعني يا دكتور أنقل لكم التجربة الكندية في الموضوع. نعم. فقد عايشت. بس معانا دقيقة أستاذة جميلة. نعم. دقيقة على نهاية الحلقة بس تتكرم من نسمعها باختصار، أنا آسف. تفضلي. فهناك جمعيات توعوية خاصة بالعائلات، ما يسميها يسموها بالعائلات المركبة. كيف هذه الجمعيات هو دورها كيف تساعد الأطفال على تجاوز العراقيل والحالات النفسية المترتبة عن العائلات المركبة. فعندما تتركب الأسرة من جديد هنا يدخل دور الجمعيات التحسيسية في بث روح التآخي من الأولاد من الأم والأولاد من الأب. تجربة جميلة. أن يعيشوا في سلام. تجربة جميلة، وإحنا يعني نتمنى أن هي تتنقل، نتمنى تتنقل لمجتمعاتنا. احنا عندنا حاجات جميلة قوي في اسلامنا، بس لو لقينا حاجة برضو بتطبقها دول غير عربية تانية ممكن ناخدها. الحكمة ضلت المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اينما وجدها اخذ بها. رسالتنا الاخيرة الى الابناء نختم بها في هذه الدقيقة الاخيرة، والحلقة خلصت بسرعة سبحان الله. نقول للابناء، اذا تزوج ابوكم زوجة بعد وفاة امكم لا تحاربوها، واحترموا رأي الأب وعاملوها باحترام حتى يعيش الكل في سعادة. لازم أن كنتوا بلاش تعتبروها واحدة غريبة عليكم، إذا أحسنت إليكم يجب عليكم أن تحسنوا إليها. كذلك الأب يجب أن تكون عادلا بين زوجتك الثانية وبين أبنائك. أخيرا كلمة نقولها، أنه سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الزواج ماذا فعل؟ بعد موت سيدة خديجة عاد 3 سنين، لكنه تزوج بسودة كان عندها أولاد من زوجها المتوفي. اختار النبي وحدة كانت متزوجة حتى تربي أولاده وتكون له زوجة في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبة الكرام، الخيانة الزوجية مرض استشرى في بعض الأسر والمجتمعات. يا ترى ما أسبابه وما علاجه؟ موضوع في غاية الأهمية، نريد أن ننصت إليه في الحلقة القادمة من الأسبوع القادم بإذن الله على برنامجكم وتستمر الحياة، وعلى قناة الشرقية من كلباء، تلك القناة التي أصبحت رائدة في تقديم الرسائل الاجتماعية لكل مجتمعنا على أرض الخليج وفي كل الدول العربية ما شاء الله. ولا يسعني إلا أن أقول لكم في نهاية الحلقة كما تعودت دائما، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله، وإني أحبكم في الله.